بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم وكل ولادنا في مدرستنا علاء الدين الخاصه، وخاصه تلاميذ الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021. احب اعرفكم بنفسي، انا الاستاذه زينب السيد ناظره المدرسه وناظره المرحله الابتدائيه. طبعا نظرا للظروف اللي احنا كلنا عايشينها واللي بندعي ربنا ان شاء الله يرفع عننا الوباء ده ويزيح الغمه اللي احنا عايشين فيها وترجع حياتنا طبيعيه زي ما كانت الاول، اتعلمنا من الترم اللي فات ان التعليم عن بعد او اونلاين زي ما احنا سمعنا. طبعا اغلبنا عنده اولاد في مراحل قبل كده واتفاعلوا معانا، وكانت تجربه ناجحه جدا في مدرستنا. من خلال الجروبات اللي احنا عملناها على الواتس تواصلنا مع الولاد بالشرح، وفيديوهات كنا بننزلها بالشرح ومتابعه يوميه للواجبات. نفس اللي حصل قبل كده ان شاء الله هيتم ده معانا من 1/7، من يوم الاربعاء 1/7 هيكون عندنا فيديوهات شرح للغه العربيه وللرياضيات وللغه الانجليزيه، وهيتم عمل واجبات يوميه ومتابعه للولاد، وفي جوائز كمان لاكتر حد هيبقى متفاعل معانا وواجبات وملتزم معانا بالواجبات. ومع الفيديو ده في شكل للفصل بتاعنا ان شاء الله باذن الله لما نرجع، مراعين في التباعد بيننا وبين بعض، كل ديسك فيه مسافه بينه وبين التاني علشان ما يبقاش فيه قرب للولاد من بعضهم، ولازم كلنا طبعا نلتزم بالاجراءات الاحترازيه من الكمامه ومن الكحول ومن غسل ايدينا بالصابون. وطبعا انا بتمنى منكم كاولياء امور التعاون معانا في متابعه الولاد، يعني احنا بنشتغل معاهم، حضرتك مش هتتعبي في اي حاجه، بالعكس الموضوع هيبقى سهل جدا عن وجوده مباشره في المدرسه. ليه؟ لان الماده العلميه هتبقى موجوده مع حضرتك على التليفون، في اي وقت هتفتحي هتشوفيها انت والولد او انت والبنت، فالموضوع هيبقى سهل جدا، وحتى اسلوب المعلمه هيبقى مع حضرتك، يعني ممكن التعليم عن طريق المدرسه، حضرتك ما كنتيش بتشوفي المدرسه بتشرح فكرة دي ازاي؟ بتشرح النقطة دي ازاي؟ لا، حضرتك هيبقى معاكي اسلوب الشرح.